بس بنتي في 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 اثنين نارين هون. شو لك شو عم يصير يا بوجة؟ بصراحة عمي نارين ما صار له شيء أبدا، وأنا كمان ما كنت فاقدة ذاكرتي. إيه عمي القصة وما فيها. أول شيء وبعد ما ضاع وصار نسخة عن مارا، لأنه أنا طرف الخير. إيه ماما، أنتي ولادك الاثنين نارين وأنجراج طلعوا عايشين. ماما روقي. خالتي كلام بوجة صحيح، ابنك أنجراج عن جد ما مات. للأسف نحن منعرف هالشي من البداية. أمي نحن معنا الملف يلي فيه تقرير طبي عن عملية أنجراج، تفضلي خديه. بس يا راهول المشكلة هلأ إنه في حدا سرق هذا الملف. وأنا متأكدة إنه يلي سرقه هو أكيد أنجراج. ها؟ لك أنا شو عملت لكم؟ أنتوا ليش عم تكذبوني؟ أنجراج إذا أنت نارين معناتها وشك ما لازم يكون عليه آثار من عمليات التجميل. دكتورة كيران حكي بوجة كله صح، هذا أنجراج عملت له العملية ليشبه نارين. كمان آثار العملية لسه ما اختفت وبتقدروا كلكم تتفحصوا. لك بعدي عني، اسكتوا كلكم. ايه انا أنجراج. بس اللي صار بوشي مو انا المسؤول عنه ابدا، هي مسؤولية نارين وبوجة. خلاص أنجراج، هلا بعد ما انكشفت اكاذيبك انت بدك تخدعهم بقصة وكذبة جديدة يعني؟ لك انت شو عم تحكي نارين؟ بعيد ميلاد بوجة مو دفشني انت وياها عن السطح؟ قلي ها؟ وبعد هالشي راهول وسوربي اخذوني على المشفى بسرعة وضليت تحت تأثير الدواء لأيام، وشوي شوي أنا صرت واحد تاني تماماً. خلاص بكفي حاجتك بقى أنجراج، خلاص ليش ليعملنا رين هالشي؟ شو بيستفيد من إنه يخليك تشبهه يعني؟ حياته